البي بي سي هي ذراع البروباغندا البريطانية، الام 16، جهاز المخابرات البريطاني، هو اللي أسس هيئة الإذاعة البريطانية، هي اللي ساهمت في محاولة تغييب الوعي قبل 73 في مصر، هي اللي حاولت انها تحول مصر اكتوبر الى هزيمة للجيش المصري، هي اللي ساهمت في اسقاط شاه ايران، هي ذراع ما تريده المخابرات البريطانية. الى حد ما عندهم طبعا مستوى حرفي عالي جدا. وهنا يا جماعة احنا بنحذر دايما من اللي عنده المستوى الحرفي والمهني العالي. ليه يا دكتور خالد؟ لانه يملك ادواته طبعًا. هو مش راجل طالع كده واحد اخواني يعني سوري على قده يعني، او من العيال الناشطين اللي هم كانوا الضفاير دول وريحتهم وحشه وكانوا بيجوا في الاستوديوهات في 2011 وبتاع وكده، فيقول اي كلام فتقول عليه عيل عبيط يعني، اوكي؟ انما اللي بيحصل ايه؟ ان لا هيطلع بقى كده ولغه عربيه، يعني نبقى قاعدين نشيل قضايا، ده اللي انت لا عايز لا لا يعني خالص ده اللي انت عايز تعمله. اللي يعني بيحصل ايه بقى؟ هيجي لك واحد واحنا هيجي لك واحد لابس ومتهندم وعنده لغه عربيه سليمه ومقطع الكلمات، عارف يعني ايه وقفه انه ياخد نفس ووقفه انه ينهي جمله، ويكلمك بمنتهى التمكن جدا عن خبر فيك اصلا، عن خبر مضروب، وبالتالي انت هتزداد قناعه باللي بيقوله لانه فعلا بيقدم لك مستوى مهني متميز. أيوة وان كان السؤال لماذا تتخذ البي بي سي هذا المنهج؟ لان تم اختراقها اخوانيا على مدى 20 30 سنه، تم اختراق مؤسسات بحثية ده مش شايفين حاجة واحدة الإعلام. في مصر حلوة لا مش هيشوفوا. ليه؟ لأنه هو خلاص بقى مؤدلج. يعني ايه بقى مؤدلج؟ يعني بقى عنده أيديولوجية هو مؤمن بيها. يعني مع احترامي انا بقول اسم جديد حضرتك بتتحفظ وكده، يعني هتلاقي انه زيارة امير قطر لمصر تم تغييبها في قناة الجزيرة. ليه؟ هم اقوى من صاحب القناة أو صاحب الليلة كلها، يعني بمعنى هو هيذيع الخبر لكن مش هيشتغل عليه. ومعنى من القيرة خالد أبو بكر، ومعنى بس العادل نورهان هن، لا مش هيجيب ده. قام أمير قطر اليوم بزيارة القناة استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبقى متضايق واخد بالك هو بيقول الكلمة دي. هو كده قدم لك الخبر لكن ما اشتغلش عليه، مش بنفس ناس مؤدلجة. البي بي سي أصبحت مش بس قناة تابعة للاستخبارات البريطانية ولكنها قناة مؤدلجة ضد مصر. شكرا يا استاذ خالد. تمام. طبعا الناس اللي اتذكرت مش عارف بضفاير ومش عارف ايه اللي قاله استاذ محمد ده، ما قلتش يعني اسم حد بقى يعني بس ممكن اقولهم طيب يعني.